احنا جينا باش نعبروا على بعض المواقف اللي كتعرض لها رياضه بناء الاجسام والفيتنس على الصعيد الوطني. اولا بديبات كنشكروا اذاعه انفاس على هذا المجهود هذا اللي جات باش تقوم بعمليه التواصل ما بيننا وبين ما يقع من حيف وما يقع من مشاكل فريق بناء الاجسام. وفي المكتب المسير لرياضة بناء الأجسام فضل هذا المكتب هذا فضل الرئيس ديالها الرياضة غدا في انهيار تام في المنظومة تاعته. يعني تقريبا هذه تقريبا أعلم عالمي زي تقريبا 7 سنوات والرياضة غدا في انهيار. والدليل على هذا هو ما يقع من ناحية الأندية بلا أن الأنشطة تاعتها وبلا أن المستوى الدخل ديالها قل بزاف لناحية الرياضة. علاش كتزامد الرياضة؟ هي كتزامد على التظاهرات وعلى الأنشطة. المشكلة لاحظنا بلا أن مدينة الدار البيضاء افتقدت هذا النوع ديال الأنشطة الرياضية منذ 2012. يعني كانت آخر تظاهرات هذيك الساعة كنت كندير أنا رئيس عصبة الدار البيضاء الكبرى لبناء الأجسام. عندنا كأس مولاي الحسن وكذلك الجائزة الكبرى لبناء الأجسام. منذ من 2012 الى يومنا هذا ما تبقاش نظمت شي تظاهره رياضيه الا مؤخرا نظمت الجائزه الكبرى مدينه الدار البيضاء اللي كان واحد التفاعل ديالها وكان واحد رده الفعل ديالها ايجابيه. المهم هذه الرياضه هذه عرفت واحد انهيار في المنظومه. عدد المنخرطين يعني ضئيل جدا لان جهه الدار البيضاء الكبرى او عصبه الدار البيضاء الكبرى ما قامتش بالعمل ديالها وما قامتش بالعمل ديالها. كيفاش تستقطب الجمعيات؟ ما كاينش توعيه، ما كاينش تواصل. والسبب ان هذه العصابه هذه كتحاول ما يمكن ما يكونش عندها استقطاب من ناحيه الجمعيات باش الجمهور العام تدوز بردا وسلاما، يعني لا في التقرير الادبي ولا في التقرير المالي. المهم احنا رسالتنا كنوجهوها للجمعيات جهه الدار البيضاء الكبرى وكذلك الجمعيات على الصعيد الوطني باش يحاولوا يكونوا يد في يد باش نحاولوا ما يمكن نساهموا في تغيير هذه المنظومه هذه اللي عرفت واحد انهيار وعرفت واحد الانهيار بالاخص في الانهيار التقني. اللي كنلاحظوا بلا ان حتى عدد الابطال اصبح قليلا في المشاركه وما ابطال كاين كثار والمستوى ديال الابطال قل لا من المستوى التقني ولا العدد ديالهم. حنا كنا سابقا في يعني في اواخر 2012 وما قبل كنت كتشوف البوديوم تقريبا على ما يزيد 200 حتى 260 بطل مشارك. دابا كتلقى بطوله على قدها يلا كتلقى 30 حتى 40 اتليت. شنو السبب؟ السبب لان الطريقه باش مشات بها الجامعه والطريقه باش غادي بها الجامعه والمنظومه باش غادي الجامعه لا في التسيير الاداري ولا في التسيير التقني ولا في التسيير المالي. يعني كاين هناك استهتار، كاين هناك قله الخبره. هادشي اللي ادى ان الرياضه مشات. دابا اللي كنلاحظوا دابا راه كاين ولاو عده شكايات. من بين هاد الشكايات هذه اللي كانت دارت هي ما وقع في الجمعه العامه ايامات كورونا. وكانت ايامات كورونا ان لا وزاره الصحه ولا وزاره الشباب والرياضه ولا وزاره الداخليه كانت منعت جميع الجمعه العامه وجميع التجمعات. في هذاك الوقت دارت جمعه عامه وجمعه عامه تاسيسيه من جمع عام عادي الى جمع عام تاسيسي. كانت جمعه عامه ديال العصاب تغيرت الى جمعه عامه ديال الجهات. احنا رسالتنا يعني كنا درنا واحد رساله عن طريق ازيد من 250 جمعيه على الصعيد الوطني ورسلنا الوزاره. للاسف كنشوفوا الوزاره ان ما كانش واحد التجاوب وما كانش واحد الاصغاء. احنا بغينا نعرفوا دابا اشنو هي الاسباب. هادشي اللي بغينا هذا هو التساؤلات اللي كتسال. ولهذا احنا راه مازاقينش وما غاديش نزقاو حتى ناخذوا الحق ديالنا ان شاء الله. المهم اللي واقع دابا الان حاليا على المستوى التنظيمي وعلى المستوى التقني وعلى المستوى الاداري مؤخرا المغرب المفاجأة الكبرى هو أن المغرب ما شاركش في البطولة العربية اللي تنظمت في الإسكندرية. وكان السبب كما قال ممثل الجامعة الملكية قال بلا أن ما كاينش دعم مادي وما كاينش مستوى تقني للأبطال. الدعم المادي هي راه كان على الواحد من القطاع الوصي أنه قال بلا أن الجامعة كتاخذ دعم مادي على شطرين، الشطر الأول والشطر الثاني. بغينا نعرفوا حنا الشطر الأول فين مشى؟ على تقول لك الدعم المادي ما كاينش. المسألة الثانية هو تقول لك مستوى ديال الأبطال ما كاينش. من بعد اختيار الفريق الوطني كان عندنا بطولة الجائزة الكبرى بمدينة الدار البيضاء كان عندنا مستوى أبطال مستوى هائل. كانوا عندنا على ما يزيد 5 أبطال لو أنه مثلوا المغرب في البطولة العربية لكنا غنجيبوا ميداليات. هنا كنتسائلوا اشنو اللي خلى المكتب الجامعي ما كانش التمثيليه ديالو لا من ناحيه الابطال ولا من ناحيه التمثيليه ديالو كاعضاء لحضور على الاقل المؤتمر العام اللي كيدار في البطوله العربيه. هنا دابا هنا طرحت عندي تساؤلات. الا كان هذا رئيس الجامعه تقول لك حنا ما عندناش امكانيات، اشنو الدور ديال رئيس الجامعه؟ يعني الدور ديال رئيس الجامعه هو تغطي الا ما كانش تغطي الا كان نقص في المصاريف.
كنتفاجئوا بلا خرج الجامعه تيقول لك انا ما عنديش ما عنديش فلوس. كنتفاجئوا بلا ان تيقول لك بلا ان الوزاره ما كتعطينيش. والمشكل الثاني اللي خلى بلا ان الجامعه الموارد ديالها قليله هو ان ما مستقطبش كما قلت قبيله اكبر عدد ديال الجمعيات. كتعرف بلا ان المغرب كتكون على ما يزيد 10000 جمعيه رياضيه. تخيل معايا لو ان غير 2000 جمعيه رياضيه مخلصه الخراب ديالها اللي كتقدر ب 600 درهم شحال غادي تكون في المنحه ديال الجامعه الملكيه. هنا كتعرف بلا ان تسير ولو تسير تنظيم وتسير المنظومي للمنظومه ديال هذا المكتب الجامعي انه منظوم فاشل جدا. ولهذا حنا راسلنا الوزاره وراسلنا شحال من مره قلنا لها بلا ان راه هناك كاين خلل في التسيير والتدبير. والدليل على هذا عدم المشاركه في البطولات الدوليه، المستوى ديال الابطال في تدني، كذلك المستوى في التنظيم كذلك في تدني. حنا كنحاولوا ما امكن باش نتواصلوا مع السيد معالي الوزير باش ياخذ بعين الاعتبار ويدير لنا حل لهذا المشكل.